إن المحروم من حرم الذكر، محروم من حرم الذكر. تجد أناس يقدرون على الذكر يحرمهم الذكر، ما ينكر الله وهو قادر عليه، وأناس يقدرون على الذكر وفقهم الله إلى الذكر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف شيخنا؟ الحمد لله. أستاذك حبيب الله عمرك. وياك تفضل. أنا لما نطلع حضرتك رؤيتي شخص كبير يعني. نعم. بين حضرتك 12 سنة. نعم نعم أعد سؤالك. أختي الكبرى. إيه. ما بيني وما بينها حوالي 12 عام. بين بالكلام وبالفعل. يعني أختك الكبرى تكبرك باثنى عشر عاما ودائما تهينك. بتأذيني يعني. أيوه. فأنا يعني أقول لها يا بنتي طب هي متزوجة ولا غير متزوجة؟ متزوجة وعندها أولاد. خلاص ابتعد عنها الحمد لله، أنا متزوجة أصلها في الشهر مرة وخلاص، خذ لها هدية في الشهر مرة والأمر انتهى. لا هي ساكنة جنب على طول يعني في نفس البيت. يعني طب انا اعمل ايه بس بينك وبين اختك؟ ما دار الامور شويه. الله يعني انا بسلم حتى ممكن السلام ما تردوش علي. مش مشكله. السلام عليكم. صل الرحم قدر الاستطاعه.